هلا السلطه هي بنقدر نعملها وجبه متكامله، بتعرف صح؟ طبعا يعني بدري يكون فيها بروتين، النشويات، الفايبرز، الالياف من الخضار والفواكه. بس هلا شو الحلو بالسلطه؟ انه اذا بنقدر نقسم السلطه لاجزاء، بدنا إشي خضار اوكي زي الخس، الخيار، البندوره. احنا بدنا هذا الدرس اللي وعدتيني فيه بالضبط. شيء اذا خضار، خضار اساس اللي هو السلطه. بنقدر نضيف عليها الفواكه، بس مش يعني الفواكه اللي هي بتنضاف للسلطات مثل الرمان، التفاح، الحمضيات اجمالا. اوكي وكمان بدنا نوع البان او اجبان، مثلا جبنه، او مثلا بنقدر نحط لبن بالدريسنج. اوكي واذا بدنا نوع بروتين كمان، شريمب مثلا، صدور دجاج مشويه، لحمه، تونة، سلامي وما سلامي، ايش ما بدك، ايش ما بدك بالضبط. وبو اخر شيء الخلطه، خلطه السلطه اللي هي حمض بالضبط، حمض ودهون وملح وفلفل، هلا حنحكي عنها وكيف نقدر نكثفها. واكيد اخر شيء اللي هي البقوليات مثل الفريكه. انا حاسه حالي باكاديميه الطبخ اليوم. ما هو حلو نعرف ايش في مكونات طبعا، وكل واحد بيقدر يطبق على ذوقه. اكاديميه ياسمين اليوم درسنا اسال لبيبه اسال لبيبه تمام. واخر شيء اكيد نقدر نحط مكسرات عشان يكون عندنا هاي القرشه. فاول شيء احنا رح نعمل اليوم اللي هي سلطه الخريف بالدجاج. وليش سميتها سلطه الخريف؟ عشان كل المكونات حنستخدمها اليوم هي اللي بموسمها الخريف، تفاح، هلا موسم الجوز، كمان موسم الرمان، فكثير كل هاي المكونات تطلع كثير طيبه مع بعض بنفس الطبق. فاول شيء بالنسبه للدجاج انا استخدمت فخاد، نقدر نستخدم صدور، بس بنتبلهم بشويه بودره بصل، بودره ثوم، وشوية بابريكا وزيت وشوية خل. طيب. بعد ما تبلناهم بس شويناهم على مقلاية 3 دقائق كل جهة، وصار عنا إحنا هون جريل تشيكن. هذا الجريل تشيكن نقدر نستخدمه بأي نوع سلطة إحنا منحب، لازم يكون بارد قبل ما نحطه على السلطة. تمام. هون عندي خس، شو بدنا نعمل؟ بدنا نقطع شوية تفاح، ويفضل إنه التفاح يتقطع قبل التقديم عشان ما يتأكسد معنا. نقدر نحط أي نوع تفاح، التفاح الأخضر كثير بيمشي مع السلطات عشان إنه حامض، ومنقطعها بنحب مربعات، شرايح، يعني هذا الإشي بيرجع لكل شخص. هلأ بس عشان ما يتأكسد معنا بس بنغطي بشوية عصير ليمون. أوكي. ومنبلش بالضبط، منبلش نبني صحن السلطة. احنا هون هينا حطينا التفاح، هلا بنزيد. لا سلمى، اذا ولا قطعنا بحديثك، شوف ياسمين اذا متوقعه سلمى اقطع تقطيع زي هذا، لا انت غلطانه. ليش بنجرب بعدين؟ ايش بدنا نسمي السلطه؟ سمسم، سلطه سمسم، بدنا نطلعها ترند. سمسم يا عيني، سمسم انه سمير يعني. يا عيني يا عيني، اني سمسم طلعت. تمام. نحط الدجاج المشوي، نقدر نقطعه اذا بنحب، يعني هذا شيء بيرجع لكل شخص. اوكي، شو بهرتي بالدجاج؟ بالله يعيدك. بس حطيت بودرة بصل، بودرة ثوم، وبابريكا. اوكي. وقلبتهم يعني بمقلاية، شوية زيت زيتون، وبس اي جريلد ذم يعني. تمام. هلا هون انا رح ازيد، نقدر نزيد اي نوع جبنة، بنقدر نزيد جبنة بارميجان، نقدر نزيد جبنة بيضة، هذا الاشي بيرجع برضه للي انتم بتفضلوه. بس مع هاي السلطة كثير بلبق لها جبنة التشيدر المعتقة، هي طعمها كثير قوي، فكثير تلبق مع هاي السلطة. لكل حصة حمض يعني خل أو ليمون بدنا 3 أضعافها زيت. عيد المعلومة عشان أنقطها. مثلاً أنا هون هحط حصة خل. أوكي. بدنا 3 حصص زيت. أوكي. ليه؟ عشان يتكثف معانا الخليط. تمام. هلا الشطارة بالموضوع إنه تكون خلطة السلطة كثيفة عشان تغلف المكونات، مش تنزل بقاع الهاي. تمام. بالضبط. فهي حصة حمض يعني خل، ليمون أو أي شيء، 3 حصص زيت. أوكي. يعني إذا مثلاً ربع كاسة خل، 3/4 كاسة زيت. تمام. أوكي. هذا مكون دائم. هذا دائم. أوكي. أوكي. هلا بدي أحط شوية حلاوة فيها، يا منزيد عسل أو شراب القيقب، شراب القيقب اللي هو الميبل سيرب. أوكي. كتير مشهور بكندا يعني. فهون بيوازن النكهات معانا، نحط معلقة. وآخر إشي بدي أزيد شوي خردل ديجون، اللي هي خردل مش أصفر، الخردل الخام. أوكي. الخردل فيه مادة اسمها لاسيثين، شوي هلا شوي عم نفوت بس عشان الواحد يقدر يعرف. هاد فيها مادة اسمها لاسيثين، هي بتخلي الخلطة متماسكة مع بعض، ما بتفرط.
يعني انت هلا طلع الزيت لحال والخل لحال. حلو. هلا احنا رح نخضها رح تصير كثير كثيفه. تمام. بس شو اللي بخليها تضلها متوازنه وستيبل؟ الخردل. يعني منزيد شويه ملح وفلفل زي ما حكينا، هاي خلطة السلطة الأساسية. فهينا خضناها، ضلينا نخض بالخلطة لحد ما تكثفت معنا 100%، هيك صارت عنا كثير كثيفة. ده تحطها الشيف أتوقع على جنب عشان لما بدنا نستخدمها للسلطة. صح، نحط الدريسنج زي ما بدنا. صح، خلطة السلطة بتنحط بالضبط قبل التقديم عشان فيها ملح، والملح بفقس مية الخس. أوكي. وال طيب صح؟ طبعا وعلى الدريسنج حطينا ملح وفلفل. اكيد صح. هلا ححط شوي عشان انت تجرب. اوكي.